النهارده مع عائله كرويه جدا معروفه في مدينه السويس، عائله احمد عطيه والشهيره بكوكو، اتنين من الحراس المتميزين في الكره المصريه. هنتعرف عليهم اكتر ونشوف بيشغلوا وقت فراغهم ازاي ويحافظوا على لياقتهم البدنيه ازاي اثناء فتره التوقف. دي فرصة كويسة إن أنا أتكلم عن نادي السويس. نادي السويس بقاله فترة ما كانش موجود في الأضواء بصورة كبيرة، وهو نادي السويس نادي كبير يستحق إن هو يكون في مكانة تليق بيه أكتر من كده ويبقى موجود في الدوري الممتاز ده، إن هو نادي ليه تاريخ كبير في الدوري الممتاز السابق. أنا رجعت النادي زي ما حضرتك قلت عشان خاطر أحاول يعني، الحمد لله زي ما حضرتك عارف إن أنا صعدت بثلاث أندية قبل كده، الشرطة والداخلية والرجاء. اتمنى ان يكون المره الرابعه مع السويس ان شاء الله، ودي تكون اهمهم ان النادي السويس يرجع للدوري الممتاز تاني. انا حاسس ان الدوري هيرجع في اقصر فتره تقدر تحافظ على صحه الناس وفي نفس الوقت ترجع الكره لحياتها الطبيعيه تاني. انما انا احساسي ان الدوله ووزاره الرياضه واتحاد الكوره عايزين يكملوا النشاط الكروي الرياضي تاني في مصر. لازم حارس المرمى واللعيب بصفه عامه لازم ما يحاولش يبعد عن الملعب فترات طويله، خصوصا اللعيب لو عدى سنه. بالنسبه انا بتكلم عن نفسي، لو عدى سنه 30 بيحتاج بيبقى فترات طويله قريب من الملعب، ما يحاولش يبعد قوي لان رجوعه بيبقى صعب مش زي الاول. يعني رجوعه ان هو يرجع تاني لفورمه المباريات بتبقى صعبه، فلازم اللعيب يحافظ على نفسه. احنا زي ما حضرتك عارف وزي ما اللعيبه في مصر كلها بتعمل، احنا بنحاول ان احنا التمرين المنزلي، بنحاول ان احنا قاعدين في البيت، بنحاول نتمرن في البيت، بنحاول نتمرن في اي مكان، حديقه عامه ويكون ما فيهاش حد او فاضيه او واسعه، هو ده اللي بنقدر نعمله عشان ما نبعدش عن لياقه المباريات الذهنيه والبدنيه. طبعا انا تواصل تام مع كل اللعيبه في الفريق، 28 او 29 لعيب في الفريق متواصل بيهم، انه حاله الوصل بينهم وبين الاداره، لان مشكله نادي السويس زي مشكله انديه كتير في مصر. الفترة دي هنعدي ازاي؟ نقدر نوفر ماديات ازاي للعيبة؟ اللعيبة الله يكون في عونها بتبقى محتاجة ماديات في الفترة دي. لعيب الكورة بالذات في الممتاز بيه ما يقدرش يستحمل شهر او شهرين بدون فلوس، فاحنا بنحاول ان النادي يطلع جزء من مستحقات الفترة اللي فاتت، وان شاء الله هم شاكرين يعني ان هم حاولوا يطلعوا جزء وهيحاولوا يطلعوا جزء تاني الفترة الجاية. اكيد طبعا نادي كبير زي منتخب السويس من الاندية الجماهيرية وبتخلي اي لعيب لما يلعب في نادي جماهيري دي بتفرق في شخصيته جدا، لما بيجي ينتقل من نادي درجه تانية لنادي في الدوري الممتاز بتفرق معاه جدا. فالحمد لله الواحد ادى فتره كانت كويسه جدا في منتخب السويس، وكانت فتره يعني كنا قاب قوسين او ادنى ان احنا نصعد دوري ممتاز مع الكابتن خالد جلال. طبعا قدمنا سنه يعني من احسن سنين، يعني من احسن سنين حياتي انا في الكوره، عشان نادي مصر المقاصه من الانديه اللي عمرها قصير بس تاريخها كبير في الدوري الممتاز، ومن الانديه اللي الاداره بتاعتها بالنسبه لي انا كلاعب كوره مريحه جدا. التعامل للناس بصراحه يعني من اكتر الادارات المحترفه في مصر كلها حاليا، فده اللي خلاني افضل مصر المقاصه. ويمكن الحمد لله الواحد دلوقتي بقاله 5 سنين في النادي ومرتاح جدا، اداره كويسه ومرتاح في النادي، فربنا يكرم ان شاء الله. كابتن ايهاب جلال دلوقتي ماسك النادي، وكابتن ايهاب جلال يعني احسن برضه فترات حياته في الكوره كانت مع في التدريب مع نادي مصر المقاصه، وفي نفس الوقت الاداره بتحبه واللعيبه بتحبه، فانا شايف ان هي فتره مناسبه جدا ان شاء الله مصر المقاصه يرجع للسابق عهده تاني. وان مصر المقاصه من الانديه الكبيره، والانديه الكبيره لما بتبقى بيحصل لها دروب شويه ممكن ان هي ترجع بسرعه، ونادي مصر المقاصه ان شاء الله يرجع بسرعه مع كابتن ايهاب جلال ان شاء الله. انا شايف ان اهم حاجه طبعا زي ما كابتن محمود قال ان اهم حاجه سلامه الناس كلها في مصر، طبعا فيروس كورونا مشكله للعالم كله ومصر، فاكيد الدوله شايفه ان واخده اجراءات، ان شايفه ان الناس بقى في حظر والناس تقعد في بيوتها، وفي حاجه غصب عننا طبعا، بس ان شاء الله الواحد بتمنى الفتره دي ان الوباء ده يخلص من العالم كله، وان شاء الله الناس كلها ترجع شغلها والحياه ترجع لطبيعتها تاني، فربنا يسهل ان شاء الله باذن الله وكل حاجه ترجع لطبيعتها ان شاء الله. مساء الأنوار.